ايه شروط القبول في برنامج نظم معلومات الاعمال؟ اول حاجه ان تكون حاصل على شهاده الثانويه في نفس عام الدراسي للقبول، ان تكون مقبولا بكليه التجاره واداره الاعمال انتظام وعن طريق مكتب التنسيق وفي نفس عام التقديم، مع مراد ان الكليه لا تقبل طلاب الانتساب ببرنامج نظم معلومات الاعمال. تحدد الحد الادنى للقبول لدرجه اللغه الانجليزيه في ضوء مؤشرات التنسيق والقبول بالجامعات، وبما ويفضل خريجي المدارس التي تكون اللغه الاجنبيه الاولى لغه انجليزيه يفضل ولا يشترط. رابعا، الحاصلون على شهاده الثانويه الانجليزيه الاي جي بشرط الحصول على تقدير سي على الاقل في ماده اللغه الانجليزيه، او الحاصلون على شهاده دبلوم المدارس الثانويه الامريكيه بشرط الحصول على تقدير سي في اللغه الانجليزيه، ان يكون التفضيل عند قبول الطلاب. طب هنفاضل ما بينهم ازاي في ضوء الاعداد اللي بيقررها المجلس الاعلى للجامعات، وهي درجه مجموع الثانويه العامه، درجه اللغه الانجليزيه، درجه مستوى رفيع في ماده اللغه الانجليزيه، ان وجد مجموع كل دول اللي بيعمل الافضليه. تكون أسبقية القبول ما بين الطلاب المرشحين للكلية من مكتب التنسيق، وبيكون قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى في حالة وجود أماكن شاغرة على نفس الأساس السابق في حالة إنه ما عندناش أعداد، هيكون هو ده الموضوع. طبعا بتكون أنت بالنسبة لك بيتم إعلان قوائم المقبولين في مقر الكلية وعلى موقع جامعة حلوان في الزمالك البي اي اس، يقوم الطالب بالحضور لمقر البرنامج في المواعيد المعلنة والتسجيل، وفي حالة التسجيل يتم اختيار المقرات ويتم تسجيل المواد. متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس: متطلبات عامة 12 ساعة معتمدة، 6 ساعات إجبارية، 6 ساعات يختارها الطالب ما بين المقرات الاختيارية، وهي دي 60 ساعة معتمدة، 51 ساعة إجبارية، 9 ساعات يختارها الطالب، ومقرات التخصص 57 ساعة معتمدة، 48 ساعة إجبارية، و9 ساعات يختارها الطالب. مش عاوزك تشغل نفسك بكل الساعات دي والتقسيمات دي، لما تدخل الكلية إن شاء الله هتعرف المواضيع دي. المستندات المطلوبة: بطاقة ترشيح الطالب مطبوعة عن طريق الإنترنت مثبت بيها إن الطالب مرشح لكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، أصل شهادة الثانوية العامة زائد صورة منها، أصل شهادة الميلاد الحديثة 4 عدد من الصور، 4 في 6 صور شخصية، صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب، صورة رقم قومي لولي الامر، استماره 2 جند للذكور، تعهد بصحه البيانات والالتزام بسداد المصروفات الدراسيه المقرره، واستماره الكشف الطبي، ولا يعتبر الطالب مقبولا الا بعد الكشف الطبي. مجالات العمل: انشاء قواعد البيانات المتخصصه، انشاء وتصميم برامج المواقع الالكترونيه، التجاره والتسويق الالكتروني، انشاء وتحليل وتصميم النظم الاداريه بمختلف انشطتها ومجالاتها، شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات المختلفه، هيكله وتصميم شبكات المعلومات لمنظمه الاعمال، محاسبة الإلكترونية المتخصصة وقطاع نظم المعلومات في البنوك وشركات التأمين وغيرها من قطاعات الأعمال. ممكن كمان يشتغلوا في المجالات الإدارية لو هم مش حابين الـ HR والماركتينج والكلام ده، يعملوا شيفت. وبالتوفيق.